ابن نوح وثمود وقوم لوط وأصحاب حق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواك وقالوا ربنا عجل لنا قضانا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب إنا سحرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق وضيرا محسورا كل له أواب وسددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفضل الخطاب وهل أتك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بعا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تسدد وحدنا إلا سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب قال لقد قدم نعاجه وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا فعفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليهم بالعشي الصافنات الجياد
الخير أن